بسم الله الحمد لله والله أكبر. رب يقول سبحانه وتعالى تقريبا 246 في نفس السورة أي البقرة لاباش دوكاو، ألم ترى ربي خاطب نبينا عليه السلام، خاطبنا احنا من خلال ذلك، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى أي وقت ملك عليهم سيدنا سامويل عليه السلام، من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وهو طلب قال هل عسيتم، أي هو ابعث لكم من يقاتل معه، وشكون قال إن وقت اللي يجي الجد في الحرب هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، ولي طبيعتكم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، خاطر يسون دي بولترون سي جون لا Lorsqu'il n'y a aucun danger, ils sont les plus forts, les plus intrépides, les plus, comment dirais-je, gens qui chantent la gloire, qui chantent la victoire, etc. Alors, ils sont des quoi? Alam tara ila al-mala'i min bani Israël, min ba'di Moussa, idh qalu li-nabiyyin lahum, ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله، عمر ما قاتل في سبيل الله الا كل منهم، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، يعني شد صحيح ان يحبوا يحطوك في موقف يقاتل في سبيل الله، وهذا اللي قالوا، قالوا راي مملكتنا ابديه، احنا اهل الله من ارض ارضنا ستبقى اسرائيليه الى غير مصلحه. Pour l'éternité, elle sera نوتر تير بروميس، وقد أخرجنا من ديارنا أو يخرج بنا نحن من ديارنا وأبنائنا يتمون صغارا بالحياة، فلما كتب عليهم القتال أو وعرضهم تولوا يوم الزحف إلا قليل منهم، ولا الذي يذكر بخير بني إسرائيل، والله عليم بالظالمين، دي كوني بيان ليكسبير أون سو سونس كي كوني لي زانجوست Les pires injustes, ce sont les sionistes. Wassalam.